اخواته وحبايب قلبي في كل مكان، مساء الورد علينا. طبعا مع الصيام وعلى الحر، طبعا انا لسه متقل معرفش ليه، والناس صايمه والجو حر النهارده، بس قلت اطلع معاكم على السريع كده افهمكم نقطتين لازم تمشوا بهم. انت بيبقى عندك الطير على فكره، المكان تحته بيبقى مش كويس، مناعه الطير مش بتبقى كويسه، ودايما بتجيب اللوم على الدجاج الحجازي. تمام، انت بتجيب اللوم على الدجاج الحجازي، تقعد تقول الدجاج الحجازي مش كويس، الدجاج الحجازي فيه، الدجاج الحجازي مش حلو، الحاجات ديت كلها. الدجاج الحجازي كويس يا جماعه على فكره، وكل الطيور مناعتها مش حلوه ولا حاجه، مناعه الطير كله وحشه. اذا كان انت بيبقى قاعد عندك برد وقاعد تكح وقاعد تعطس وقارفنا طول الوقت فانتوا لازم تاخدوا بالكم من النقط دي يا جماعه، يا غاويين مصر وخارج مصر. رجاء يعني لما تيجي تشتغل في اي طير في اي حاجه، على فكره انا قاعد اشوف كده عشان لو حد طلع حد بتاع ما نجيبوش معانا وكده، فاهمني انت؟ فلازم تاخد بالك من كل كبيره وصغيره. انتوا انا بحس اما بقول لكم الكلمه دي انتوا مش فاهميني ولا ايه؟ تمام، فعشان خاطر خد بالك من الطيور بتاعتك، روقها، ظبط الطير بتاعك، ادله رفع مناعه، اسال الادويه ايه، امسك الطير شيله بايدك، مش تبص عليه كده بالنظره، لا امسك الطير، انت ايدك مش هتتوسخ يعني. هو انت بس وانت بتشتريه تقعد تقلب فيهم ساعه وتجيبهم شمال وتجيبهم يمين وتزهق اللي انت بتشتري منه دي اللي انت قادر عليه؟ ما وهم عندك يا عم في بيتك بعد ما يقعدوا اسبوع واتنين وتلاته وشهر وسنه، ده واجب عليك، نظفهم يا عم وروقهم وظبط دنيتك كده، ما ينفعش كده والله. برضو كان هفرجكوا ديك يعني الوقت، مش هسيبكوا كده، هفرجكوا بدري اهوت معايا، هحاول اطلعه لكم كده تتفرجوا عليه. تمام، اهو الف لكم الكاميرا كده، هو معايا اهوت يعني في شكاره كده، ما اعرف انتوا بتسموها عندكم، بس حاجه كويسه. بدر حجازي ومعاه الفرخه، واهو احنا شغالين في الحجازي، ومصر كلها يا جماعه شغاله في الحجازي. باب الحجازي جميل جدا، الدجاج الحجازي جميل مش وحش. تمام، وزي ما انتوا شايفين كده الناس قاعده اهي اهو. تمام، فالدنيا كويسه يعني وكل حاجه هي ماشيه تمام، ربنا يبارك لكم يا رب. بس عايزك تراعي الطير بتاعك، تاخد بالك من طيورك، تروق حالك، تروق شغلك، تنظف المكان. الناس اللي بترمي الاكل على الارض وتقول الدجاج يدبق، لان الدجاج كده كده بيوقعه، والفراخ تاكل ايه من على الارض والكلام ده، على فكره تبقى انت غلطان، تبقى انت غلطان لو عملت كده. يعني لو قلت انا ارمي لهم على الارض علشان ايه ياكلوا كده كده هما بيوقعوا الاكل، طب ما انت في ايدك تعلق الميه وفي ايدك تعلق الاكل. تمام، في ايدك تجيب لهم سقايات نظيفه واكلات نظيفه، في ايدك تنظف العلف وممكن تغسل العلف كمان، في ايدك تضيف حاجات اعشاب طبيعيه على العلف. انتوا فين من كل دي بقى؟ هفرجكم اديكم الفرخه اللي معايا دمت، وعندي شغل حجازي، ومش شرط ان انا ببيعهم، انا بفرجكم الحاجه تكيفوا منها وتمتع نظرك كده غاوي منها، لان الدجاج الحجازي ده عيش، واللي ما يعرفش الهوايه دي او اللي ما رباهاش ما يعرفهاش، يعني اللي ما رباش ومسك الطير بايده وتعامل معاه ما يعرفش حاجه عن الطيور. الطيور دي راحه نفسيه وفن ودماغ، مش اي حد يمسك طير ويربيه، مش اي حد يعرف يتعامل مع الطير ويبيع ويشتري، عايزه واحد فنان، واحد دماغه حلو، واحد يعرف يتعامل مع الطير اللي في ايده دوت والشغل اللي في ايده دوت. فعشان ما اطولش عليكم، انا هفرجكم اديكم الفرخه دمت اهمت، وهروق عليكم يعني. وبرجاء اشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك، ويلا فرجكم اديكم الفرخه اهمت يا جماعه. والله ما اعرف بقى انتوا شايفينهم كويس ولا ايه، على فكره الحاجه كويسه جدا، الحاجه جميله. لو انت معايا لحد دلوقتي قول لي يا مملكه اطلع لنا بيهم بفيديو جديد، اعمل لنا حلقه عليهم وانا افرجهم لكم. على فكره مستواهم جميل والله، انا اللي شايف اديكوا دجاجه جمال جدا اهو. تمام، شايفين شايفين قصر المنقار اهو، والله انا مش شايف انا جايبهم ولا لا. الدجاجة طبعا شبه، على فكرة فيهم لغد حلو،
حاجه مش باينه، انا مصورهم من فوق، مفيش طير بيتصور في شكاره كده. تمام، ما شاء الله، ربنا يبارك للجماعه يا رب. حاجه كويسه، انا قلت كده وانا قاعد اول يوم رمضان على فكره الفيديو دوت، عشان ممكن يبقى نازل تاني يوم تالت يوم ولا حاجه. شكلهم جميل، طير جميل ونقي وحاجه حلوه، وكل ما بترفع في المستوى كل ما هتعرف تبيع. انا تحت امرك في اي حاجه اكتب لي في التعليقات تحت، لو في اي استفسار ولا في اي حاجه. السلام عليكم.